معانا برضو استاذ سيد بيسال بيقول هل تضارب في البورصه حرام ام حلال؟ عاوزين نفرق في التضارب في البورصه بين السندات وبين الاسهم. السندات حرام لا يجوز قولا واحدا كده، اما في الاسهم التضارب في البورصه في خلال الاسهم فهذا جائز، بس بشرط ان تكون الشركه معاملتها حلال، يعني مثلا حديد والصلب، مثلا شركه الاقطان، الى غير ذلك من هذه الشركات. يعني نقدر نستخلص من هذا السؤال يا استاذ سيد بارك الله في حضرتك ان التضارب في البورصه حلال، بس بشرط ان يكون في ايه، في الاسهم وليس في السندات، والاسهم بشرط ان تكون هذه الاسهم في شركه حلال تقوم بالبيع والشراء مثل كما ذكرنا الاقطان او الحديد والصلب او غير ذلك. نسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا الحلال، نسال الله سبحانه وتعالى ان يشرح صدورنا لتلقي الحلال وللعيش الحلال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا، اللهم آمين يا رب العالمين. وإذا أراد الإنسان أن يتورع عن هذا فهذا أمر مشروع وأمر محمود، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتركون 19 ربح مخافة الوقوع في الحرام. وكان لنا أن نتخيل سيدنا أبا بكر الصديق الذي ضرب أروع الأمثلة في التحري الحلال في المطعم والمشرب والمأكل والملبس. يا ليتنا نتعلم من صديق هذه الأمة كيف نتحرى الحلال في مطعمنا وفي مشربنا حتى نصل إلى رضوان الله وإلى الفوز. سيدنا الصديق كان إذا قدم له، انظروا شوف قصة سيدنا الصديق أهو، كان إذا قدم له طعام سأل عن مصدره. وذات يوم جاء جائعا فقدم له غلامه طبقا فيه لبن فشرب نصف الإناء. سيدنا الإمام أبو بكر الصديق كان جعان وكان يسأل عن المصدر، فلما جه هو جعان الغلام قدم له طبق فيه لبن فشرب إيه؟ نصف الإناء. ثم تذكر أنه لم يسأل عن مصدره، يعني ما سألش ده منين، فنادى على غلامه: يا هذا من أين أتيت بهذا؟ قال له: يا سيدي كنت قد تكهنت إلى قوم في الجاهلية فأهدانيه، يعني أعطون. إذن المصدر إيه؟ حرام. فما كان، شوف بقى الورع بتاع سيدنا أبي بكر الصديق، فما كان من سيدنا أبي بكر الصديق إلا أن وضع أصبعه في فيه يتقيأ حتى أشفق عليه غلامه وقال له: يا سيدي لما تفعل هذا؟ قال: والله لأخرجنها ولو خرجت معها روحي. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الهداية والرشاد والتوفيق والسداد، والله أعلم.